بسم الله الرحمن الرحيم. المدير الإقليمي لمديرية التعليم بأسفي محمد زمار، في البداية أرحب بموقع أشواق لأحدثهم عن الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية الوطنية بهذا الإقليم، خصوصا بعد تعطيل الدراسة حضوريا وتعويضها بالدراسة عن بعد. بمجرد أن تم الإعلان عن توقيف الدراسة الحضورية وذلك يوم الجمعة 14 مارس الماضي، قمنا في ذلك اليوم بالضبط بعقد اجتماع طارئ مع السادة رؤساء المصالح بهذه المديرية، وذلك من أجل وضع مخطط لتدبير المرحلة تنفيذا للمخطط الذي أقرته وزارة التربية الوطنية وكذلك المديرية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش أسفي. في هذا الإطار تم تشكيل لجنة مديرية وتم تكليفها بمهمتين أساسيتين. المهمة الأولى وهي مهمة الإعلام وإخبار آباء وأولياء التلاميذ وكذلك التلاميذ بالطريقة التي سننتهجها من أجل تعويض الدروس الحضورية. لا أنسى كذلك أن أشير أن هذه اللجنة الإقليمية تضم من بين أعضائها ممثل آباء وأولياء التلاميذ بهذا الإقليم. إذن المرحلة الثانية، التكليف الثاني أو المهمة الثانية التي تكلفت بها هذه اللجنة، وهي إنتاج الدروس الرقمية. ذلك أن هذه الدروس مرت بثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى كلفتنا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بإنجاز الدروس الخاصة بالسنة الثانية كهرباء والسنة الثانية ميكانيك والسنة الثانية فنون تطبيقية. وفعلا تم الانتهاء من هذه المرحلة للمرور إلى مرحلة إنتاج الموارد الرقمية الخاصة بالأنشطة الدائمة. المرحلة الثانية تم تكليف هذه المديرية بتهيئ الدروس عن بعد للجذع المشترك آداب، والسنة الأولى آداب وعلوم إنسانية، والسنة الأولى اقتصاد. فعلا تم ذلك، وتم الانتقال كذلك إلى المرحلة الأخرى النهائية لهذه المرحلة وهي إنجاز الأنشطة الدائمة. أما المرحلة الثالثة والتي نعيشها الآن فتتعلق بإنتاج الموارد الرقمية الخاصة بالأنشطة الترفيهية والأنشطة الرياضية والأنشطة التوعوية تنفيذا للتوجيهات الوزارية والأكاديمية في هذا الشأن. كذلك أريد أن أقول أن الأنشطة الرياضية التي تم بثها على القنوات التلفازية ابتداء من يوم الأربعاء 15 أبريل شرعنا في إنجازها بمساعدة السيد مفتش المادة الذي كلف تلة من الأساتذة للقيام بهذا التصوير. كذلك كان أنشطة ترفيهية وثقافية قمنا بها وهي استدعاء بهلوان للقيام بمجموعة من الأنشطة من أجل الترفيه عن التلميذات والتلاميذ خصوصا بالأقسام الابتدائية. كذلك أشير إلى أنه في إطار الشراكة التي جمعنا مع جمعية دار العلوم برئاسة الدكتور هشام المعطاوي سيقوم بتسجيل ثلاث كبسولات. الكبسولة الأولى تتعلق بعلم التشريح البشري واللي عندها علاقة بوظائف بعض الأجهزة، وأخص هنا بالذكر وظيفة الجهاز التنفسي في علاقتها مع هذا الفيروس. كذلك الكبسولة الثانية ستتضمن معلومات
حول الكيمياء، وأخص بالذكر هنا التفاعلات الكيميائية. ثم أخيرا كبسولة تتعلق بدورة الماء، وتكون فيها مجموعة من التجارب اللي تتعلق بتكوين الضباب وتكوين الأمطار وتكوين الثلوج، كل هذا في إطار علاقته بالبيئة وعلاقته بفيروس كورونا. نقطة أخرى أريد أن أتحدث عنها، وهي من المستجدات ويتعلق الأمر بدليل العمل عن بعد وبمنشور السيد رئيس الحكومة وبكذلك توجيهات وزارة التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بالعمل بدليل العمل عن بعد. في هذا الإطار تم عقد اجتماع تزامني بواسطة مصطحة تيمس مع مجموعة مع جميع رؤساء المصالح، وهو يعتبر الاجتماع الثاني الذي نقمنا به، وكان موضوعه هو قراءة في دليل العمل عن بعد بالإطارات العمومية. وفي هذا الإطار تم تدارس ما ورد بهذا الدليل، وتم استنتاج ما يمكن أن يتلائم مع مؤسسة تربوية اللي هي المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأسفي. في هذا الإطار تم تشكيل فريق إقليمي، هذا الفريق الذي يضم نوعين من المهام. المهام الأولى وهي مهام تقنية، تم تكليف رئيس منظومة الإعلام بها. ثم النقطة الثانية اللي يتوجب القيام بها وهي تتبع الأنشطة عن طريق العمل عن بعد. في هذا الإطار تم تكليف رئيس مصلحة الموارد البشرية مع باقي رؤساء المصالح ليكون هو المنسق بينهم من أجل تتبع هذا العمل عن بعد، وتحديد الموظفين الذين سيقومون بهذا العمل سواء بطريقة جزئية أو بطريقة كلية. إذن كان هذا هو موضوع الاجتماع ديال أمس. قبل ما غادي ننهي الكلام ديالي حول هذه المستجدات، أريد أن أقول أن المديرية الإقليمية كانت قد أنجزت تقريبا 40% من ما ورد في هذا الدليل، وذلك بخلق مجموعات عن طريق وسائل التواصل المتاحة. فكاين المجموعة ديال رؤساء المصالح، كاين المجموعة ديال السادة المفتشين، المجموعة ديال المديرين ديال التعليم الابتدائي، وكذلك مجموعة مديري التعليم الإعدادي ومديري التعليم الثانوي التأهيلي، وكذلك مجموعة أطر التوجيه التربوي. إذن الآن كتبقى أمامنا فقط تحديد من سيقوم بالعمل عن بعد بطريقة كاملة أو جزئية أو حضورية. في نهاية كلمتي أتوجه بالشكر الجزيل والثناء العميم إلى السادة والسيدات، نساء ورجال التعليم، كل من موقعه، سواء الذين يشتغلون بشكل مباشر معنا في إنتاج هذه الدروس الرقمية، أو الذين يشتغلون من محلاتهم مباشرة في إطارات تواصلية أخرى مع التلاميذ كوسائل الاتصال الواتساب وغيرها، أو الأقسام الافتراضية. على ذكر الأقسام الافتراضية أقول بأننا تقريبا تجاوزنا 97% من إنجاز هذه الأقسام. الشكر موصول كذلك إلى السادة المفتشين والمفتشات الذين لم يبخلوا عنا في توجيه نصائحهم للسادة العاملين بهذه الأقسام الافتراضية، أو الذين ينتجون وسائل التعليمية عن بعد، وكذلك حرصهم الشديد على المصادقة على هذه المنتوجات حتى تكون ذات مستوى تربوي عالي. أشكر كذلك السيد مدير الأكاديمية على دعمه الكامل لنا، وعلى تتبعه لكل ما تنتجه هذه المديرية وكل العمليات التي تقوم بها باقي المديريات بالجهة، وشكراً.